جورج فلويد يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام العالم، فتمتلئ الشوارع للمطالبة بالعدالة. خطاب كراهية وانقسام وسؤال: ماذا ينتظر الولايات المتحدة؟ هل العنصرية قدر تلك البلاد؟ من التاريخ سنفهم الحاضر ونحاول توقع المستقبل. في المشهدية خاص نستقبل دكتور يونس أبو أيوب، دكتور في علم الاجتماع السياسي، يوجين براير وهو الصحافي والناشط الأمريكي، وميغيل أنخيل بيريز فيريلا الكاتب والصحفي. مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من المشهدية خاص التي سنتحدث فيها عن العنصرية، عنوان كبير يحمل تاريخا أيضا واسعا للحديث عنه في الولايات المتحدة الأمريكية. أرحب بضيوفنا من جديد من نيويورك، من ديترويت، وأيضا من فنزويلا. أهلا بكم جميعا معنا في هذه المشهدية. سوف نحاول أن نفهم التاريخ وأيضا نتحدث عن ما يحدث الآن، عما نشاهده في الشوارع الولايات المتحدة الأمريكية. وسنبدأ في المشهد الأول: مجتمع عنصري. Even as we speak, there are those who are preparing to divide us. The spin masters, the negative ad peddlers, who embrace the politics of anything goes. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. There is not a black America and a white America and Latino America and Asian America. There's the United States of America. ربما هذا أشهر خطاب لباراك أوباما قبل أن يصل ليكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس الأول الأسود للولايات المتحدة الأمريكية. دكتور يونس أبو أيوب، مساء الخير، أهلا بك. أنت دكتور في علم الاجتماع السياسي. الدولة التي أوصلت رئيسا ببشرة سوداء ليكون على رأسها في البيت الأبيض، ليكون رئيسا لدورتين، هل هي دولة عنصرية حقا؟ شكرا على الاستضافة. أظن أن هذا السؤال وجيه جدا، لأن أظن في رأيي أن انتخاب أوباما إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية كانت أكبر خدعة وخديعة للشعب الأمريكي. أفسر. أوباما أتى في فترة اهتز فيها النظام الاقتصادي الأمريكي، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية على مشارف انتفاضة بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي في نهاية 2007 والأزمة المالية وما أدت إليه الحرب على العراق من مشاكل اقتصادية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. أوباما انتخب على أساس التغيير والحلم والثورة الاجتماعية والاقتصادية، في حين أنه في الحقيقة لم يكن إلا أداة للمنظومة الأمريكية أو ما يسمى بالدولة العميقة لإنقاذ هذه المنظومة بترشيح شخص غير مألوف، غير معروف، جديد وله بشرة سوداء لكي يتم تمرير كل السياسات التي كان النظام يرغب في تمريرها. وفي الحقيقة ما حصل أيام أوباما سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي يؤكد هذا الكلام، لم يتغير شيء، لأن مشكلة العنصرية والعرق هي من الأمور الموجودة في الجينات التأسيسية للنظام الأمريكي منذ 1776 وما قبل. يعني أنت مقتنع أن المجتمع الأمريكي هو مجتمع عنصري، لنبدأ من هنا؟ لا، أنا لا أتحدث عن المجتمع، عفوا، أنا لا أتحدث عن المجتمع، أنا أتحدث عن المنظومة السياسية التي أنشأت نظاما اقتصاديا تسرب إلى المفاهيم الاجتماعية، أساسها التمييز العرقي بين الناس والملكية الفردية. العرق هو أساس مؤسس للفكر الأمريكي منذ البداية للحفاظ على سلطة الأغنياء ضد الفقراء ومنع أي وحدة ممكنة على أساس طبقي بين البيض والسود. هذه ليست أول انتفاضة تقع في التاريخ الأمريكي، وقعت انتفاضات سابقة في 1676 مثلا، حيث انضم السود العبيد إلى الخدم من أصول إيرلندية وبريطانية لكي ينتفضوا ضد ملاك الأراضي.
وقام بذلك آنذاك المنظومة البريطانية التي كانت تحكم أمريكا، لأن أمريكا لم تكن مستقلة آنذاك، قامت بوضع نظام عنصري يفرق أو يفرق ما بين السود والبيض للحفاظ على السلطة المالكين للأراضي، السلطة الأغنياء ضد الفقراء، ومنع أي إمكانية للتوحد على أساس طبقي لمصالح اجتماعية مشتركة. واستمر هذه المنظومة استمرت حتى يومنا هذا، وهي السبب الأساسي في عدم وجود أي تضامن طبقي في المجتمع الأمريكي، وعدم إمكانية خلال فترة العشرينات والثلاثينات من إمكانية النهوض بمصالح الطبقة العمالية وتوحيد صفوفها في إطار نقابات قوية، لأن البيض أقنعوا بشكل مباشر أو غير مباشر بأنهم أفضل من السود وأنهم سيحصلون على ميزات اقتصادية واجتماعية أكثر من السود. يعني وما حصل اليوم نعم تفضل. لا دكتور، بس يعني أنت ما تقوله مهم جداً، يعني الآن التمييز الحاصل في الولايات المتحدة الأمريكية هو تمييز منظومة تريد المحافظة على مكتسباتها وليس تمييز عنصري حقيقي بين البيض والسود. فقط وضح لي هذه النقطة لكي ننطلق من هنا. سأوضح الفكرة. أولا، الدستور الأمريكي أنشئ على أساس الملكية المادية، ملكية الأرض، وعلى أساس التفوق الأبيض، بمعنى أن الأباء المؤسسين سواء كان ماديسون أو جيفرسون أو جون جاي أو واشنطن كلهم كانوا متفقين، سواء كانوا ديمقراطيين أو جمهوريين أو لهم آراء مختلفة في إدارة السياسة الأمريكية الداخلية، كانوا متفقين على أساس واحد، وهو أن هذه البلاد ملك للبيض ملاك الأراضي من البروتستانت. وهذه هي عبارة مستعملة دائما إلى اليوم في المجتمع الأمريكي، تسمى واسب، White Anglo-Saxon Protestant. أول مرة ينتخب فيها رئيس كاثوليكي كان كينيدي. نعم. وبالتالي إلى غاية الآن، وهذا ما يفسر على فكرة ما قام به الرئيس الأمريكي ترامب عندما ذهب أمام الكنيسة وحمل الإنجيل. الإنجيل تماما. هو يريد بذلك إثبات أن ملفتة. وهذه الخطوة أعماقها في التاريخ الأمريكي، ضارب في التاريخ الأمريكي. نعم. بمعنى آخر، أن ما حصل مثلا من الحقوق المدنية في الستينات ومارتن لوثر كينغ ومالكوم إكس وكل هذه الأمور، هذه استثناءات في التاريخ الأمريكي وليست القاعدة. القاعدة هي أن البلاد تحكم من ملاكها، كما قال جون جاي بعبارة واضحة أيام صياغة الدستور، وملاكها هما البيض ملاك الأراضي والبروتستانت، وهم الذي كان يقتصر عليهم حق التصويت. على فكرة التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية في الأساس كان محصورا في طبقة الملاك الأراضي فقط من البيض والرجال، حتى النساء كانوا مقصيين من هذا دكتور، يعني سننطلق من هنا لأذهب إلى سيد يوجين الذي كان في مينيابوليس في الأيام الماضية. أهلا بك سيد يوجين، أنت صحافي ناشط أمريكي في موضوع العنصرية والمساواة. كنا استمعنا إلى كلام باراك أوباما في 2004 يقول لا يوجد أمريكا بيضاء وأمريكا سوداء، يوجد الولايات المتحدة الأمريكية. هل فعلا اليوم الولايات المتحدة هذه الدولة هي فعلا ولايات متحدة أم لا؟ هناك انقسام عميق في المجتمع الأمريكي. طبعا هناك انقسامات جذرية طبعا في المجتمع الأمريكي، بما أن رئاسة باراك أوباما أثبتت ذلك، وحركة بلاك لايفز ماتر أو حياة السود مهمة نشأت في عهده. وحتى مع أنه كان لدينا رئيس أمريكي، لاحظنا هذه الانقسامات على مستوى عال جدا. فنحن نتحدث عن 400 عام من القمع و400 عام من البروباغندا المتعلقة بالفوقية البيضاء والقمع الممنهج للمجتمعات السوداء في أمريكا، ورأينا عدة أمثلة على ذلك. يعني مثلا حالات القتل من قبل الشرطة تجاه السود بشكل خاص، وخاصة وأن مجتمع الأمريكيين الأفريقيين لا يحصل على فرص متكافئة على مختلف المستويات. ولا شك بالتالي في أن هذه البلاد منقسمة على مستوى جذري، خاصة مع تمييز يعني نراه ضد الطبقة العاملة. ولكن برأيي بدون أدنى شك في الولايات المتحدة
المتحدة الأمريكية، هناك أشخاص مقتنعون بهذه الفكرة، وهذه الفكرة تقول أن النظام القائم يجب أن يستمر، وهذا النظام قائم على الانقسام العرقي، وبالتالي دائما ما هناك نزعة للحفاظ على الفوقية، فوقية البيض، وبالتالي نلاحظ أن نتيجة لذلك مستويات وجودة العيش في الولايات المتحدة الأمريكية تراجعت بشكل ملحوظ، ونرى ذلك في مختلف أصعدة الحياة، وبالتالي يمكن القول أن هذه البلاد تعاني من انقسامات عميقة. الوضع الآن أسوأ سيد يوجين مما كان في السبعينيات مثلا؟ طريقة قياسنا لهذه الأمور صعبة، يعني الوضع أفضل ببعض الطرق وأسوأ ببعضها، يعني ربما يكون الوضع أفضل لأن هناك قبول بشكل عام أكثر للأمريكيين الأفريقيين، وذلك بفضل النضالات التي رأيناها من بعض الشخصيات البارزة في تاريخنا، يعني مثلا في السبعينيات شهدنا نقلة نوعية في الولايات المتحدة الأمريكية على صعيد الإنتاج، وبالتالي أنا هنا أتحدث معكم من ديترويت، حيث أن قطاع إنتاج السيارات كان أحد أكبر القطاعات في العالم، وفي ستينيات وسبعينيات فأن السود بفضل الثورة في عام 1967 تم إدراج آلاف السود، وبالتالي حتى حصلوا على هذه الفرصة بأن يرتقوا في مستوى حياتهم، ولكن مثلا في 1977 رأينا أن هذه المصانع والقطاع ككل بدأ ينحسر، وبالتالي زالت هذه الفرص التي رأيناها تنشأ مع التاريخ، وبالتالي رأينا يعني انحدار الاستثمار في هذه المجتمعات، ولكن في الوقت نفسه مثلا أعمال العنف من قبل الشرطة لم تزداد ولم تنخفض، يعني حتى بالعودة إلى الثلاثينيات يمكننا أن نرى دراسات أجراها أحد بعض الشخصيات البارزة عفوا في مجتمع السود، وهناك عدة أمثلة في التاريخ على هذه الاختراقات والانتهاكات، وكانت تبدأ بمعظمها من شرطة، من أقسام الشرطة، وبالتالي فأن هذه الحالة وهذا الوضع للأسف ما زال متسقا حتى يومنا هذا منذ الثلاثينيات. تعلم سألتك ذلك سيدي يوجين لأن لدي أرقام هنا، أرقام يعني البطالة في التمييز بين يعني مختلف يعني أقسام المجتمع الأمريكي، خصوصا بين البيض وبين الأمريكيين الأفارقة، يظهر بوضوح أن هناك تباين كبير في هذه الأرقام. مثلا دائما ما يعاني الأمريكيين الأفارقة من حظوظ أقل من البيض في الحصول على وظيفة، هذا نلاحظه من خلال الأرقام التي نراها الآن على الشاشة. هناك أيضا نسبة بطالة عالية وتاريخية بالنسبة للأمريكيين الأفارقة منذ عام 1973 ل 2019 في انخفاض بنسبة التوظيف، وبالتالي ارتفاع بنسبة البطالة للأمريكيين السود. في أيضا أرقام يعني الرسم البياني يوضح بشكل واضح أن هناك فرص أقل للأمريكيين السود بالحصول على عمل منذ عام 1995 لعام 2019. الأرقام يعني صراحة توضح كم هناك فرص أكبر حتى بالمعاشات التي يعني تعطى للأمريكيين الأفارقة نسبة للأمريكيين البيض. هذا تمييز عنصري واضح بالرقم، بالحضور بسوق العمل، حتى بالنسبة لنسب الفقر 20.8% نسبة الفقر في المجتمع الأفريقي الأمريكي، أما في المجتمع الأبيض نسبة الفقر 8.1%، هذا الرقم في عام 2018. ما تعليقك على هذه الأرقام سيد يوجين؟ يعني هذه النقطة مهمة جدا وهي مفيدة، فقد أقمت لخمسة عشر عاما في واشنطن العاصمة، وهي إحدى أثرى مدن الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكنني أن أخذكم إلى عدة شوارع في واشنطن العاصمة، حيث أن 75% من الناس يعيشون تحت حد الفقر، وذلك شائع جدا في كل مدينة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية. نلاحظ أن بعض الأحياء الفقيرة والأحياء الداخلية تشتمل مجتمعات الأمريكيين الأفريقيين ويعانون من هذه المشكلة، وكما قلت فأن هذه الحالة ممنهجة. كما تعرفون العديد من هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية كعبيد، وبالتالي تم استقصائهم بشكل ممنهج
تدريجي، وبالتالي فإننا نرى أن فرص العمل مثلا والفرص التي كان يحصل عليها هذه المجتمعات كانت ضئيلة للغاية، مما أدى إلى نشأة هذه الأحياء الفقيرة، وقد ذكرت ذلك من قبل. وبالتالي نشهد أن هذه الحالة تسوء بشكل تدريجي، خاصة في مجتمعات الأفريقيين الأمريكيين. ورأيت مثلا بعض الدراسات في بعض المدن الأمريكية والتي تقول أن الشباب السود الذين يبلغون 25 عاما أو أقل يعانون من نسبة بطالة عالية جدا تبلغ إلى 50%. وبالتالي في الولايات المتحدة الأمريكية ما من تخطيط يشمل كل هذه المجتمعات ويجمع ما بين أرقام وأعداد الناس وأعداد الوظائف المتاحة، وبالتالي يمكن فقط للقوي أن ينجح. وهكذا لدينا عدة حواجز بنيوية في التعليم والوصول إلى الوظائف، ونرى أن نتيجة ذلك نتيجة سلبية جدا للمجتمع الأمريكي الأفريقي. هذه نقطة مهمة جدا. سنعود الآن قليلا إلى ما يقوله المؤرخون الأمريكيون، خصوصا منهم الذين أرخوا فعلا كتبوا عن الشعب الأمريكي، يعني نظروا إلى التاريخ الأمريكي من نظرة الشعوب التي تعيش في هذه الولايات المتحدة. نشاهد ماذا قالوا. For the vast majority of black people, their lives are still constricted by poverty and racism. So the civil rights movement accomplished a good deal by beginning to remove some of the important social barriers. What it did not remove was the barrier of class, the barrier of economic injustice. Martin Luther King recognized this. That's why toward the end of his life he began working for economic rights for black people. So the trajectory is one which took a very sharp upturn in the 1960s, and which then has, you might say, settled down into a situation which is not going to change very much until there's a change in the economic system of this country, unless we have economic changes which benefit not just black people, but white people. These are the things that need to be done if we are going to have an egalitarian and just and humane society for people of all races. But it's also important that some of our perhaps less noble ideas and practices have also had a worldwide impact. And in this period around the end of the 19th century, beginning of the 20th century, American segregation affected the way people in South Africa were implementing apartheid. American anti-Chinese legislation was picked up in Australia in their what they called the White Australia policy, which they inaugurated in 1901 when Australia became self-governing. Canadians watched our treatment of our efforts to restrict immigration from Asia, and they adopted those policies as well. The failure of Reconstruction in the United States was seen in these white settler societies as indicating that non-white people were not really capable of self-government, and helped to justify. People in other countries cited what happened in Reconstruction in the United States to say, well, look, we don't need to give black people the right to vote because they tried that in the United States and it didn't work. في الواقع شاهدنا اثنين من المؤرخين الأمريكيين، هاورد زين هو الذي كتب A People's History of the United States، شرح التاريخ من وجهة نظر الناس، خصوصا تحدث عن موضوع العنصرية وكيف استوطن البيض هذه الأرض، كيف تعاملوا مع السكان الأصليين بشكل أساسي، وفيما بعد مع ما كان يعرف بالعبيد. وأيضا إريك فونر تحدث عن نقطة مهمة جدا، هذا ما سأسأله عنك لك عفوا سيد ميكال أنخيل بيريز بيريلا، هو موضوع النظرة إلى الأمريكيين الأفارقة. دكتور أبو أيوب قال جملة مهمة جدا أو فكرة مهمة جدا، هي أن هذه الأرض هي للبيض، وكل من هو موجود في هذه الأرض يجب أن يتبع لقوانينهم. لماذا برأيك الولايات المتحدة بقيت في هذا النظام طيلة كل هذا الوقت، مع أن
يعني أمريكا اللاتينية أيضا تم استيطانها من قبل شعوب أتت من أوروبا ولم تكن الشعوب الأصلية، ولكن كان في مسامحة أكثر في أمريكا اللاتينية مع الشعوب الأصلية من الولايات المتحدة الأمريكية. في الواقع لا شك في أن الحديث عن هذه المسألة هام، تحديدا الحديث عن تاريخ عمره 400 عام، حيث أننا اليوم عدنا نتحدث عن أمريكا بل عن الولايات المتحدة الأمريكية. لا وجود لأمريكا واحدة، فالأمريكا متعددة، وهذا المنطق القاضي بخنق الاختلاف هو تحديدا المنطق الذي طبق على جورج فلويد، والقاضي بخنق الآخر بكم فاهه وبكل شخص مختلف عني. وهذا هو جوهر تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع أمريكا اللاتينية. أتحدث إليكم من فنزويلا، وفي الواقع في فنزويلا كنا سريعين في وضع هذه المقارنة بين الصورة المزاجية للشرطي الأبيض الذي يخنق ويقتل جورج فلويد الرجل الأسود، وهذا هو تحديدا ما تحاول أن تفعله أمريكا مع فنزويلا، وهذا تحديدا ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية بحق المكسيك، حيث قامت بسرقة نصف المكسيك. والسؤال المطروح حاليا هو التالي: ما يحصل يشكل بالنسبة إلينا فعلا انتحاريا، أي ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية، لأننا نتحدث عن بلد فيه 1.8 مليون شخص مصاب بفيروس الكورونا، وحيث بلغ عديد الوفيات أكثر من 500 ألف ضحية، وحيث 40 مليون شخص يعانون البطالة، ويقال أن العدد قد يكون في الواقع قد تخطى عتبة 50 مليون شخص، ونتحدث عن 25 مدينة في حالة من فرض منع التجول، و 400 ألف حالة اعتقال، والكثير من المدن التي تشهد على موجات من التظاهر. وعندما نطلع على طبيعة المتظاهرين على أرض الواقع نرى أن الكثير منهم من البيض والسود بالطبع، لكن كذلك منهم ما يسمى بالأمريكيين من أصول لاتينية، وهم كذلك ينددون بالمنظومة نفسها القائمة على أساس الهيمنة أو السطوة، وهذا هو جوهر الكلام. هيمنة البيض باتت متأصلة في يومنا هذا في البنية الأساسية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا هو المنطق المهيمن نفسه الذي مكن ترامب من أن يحظى بفرصة في الرئاسة، وربما سيسمح أو ستسمح له بالوصول إلى الحكم مرة أخرى. انطلقت هذه الفكرة ربما عام 30 بعد 1600، فكرة وجود بلد دعاه الله ليحرر كل بقاع العالم، وهذا ما شاهدنا عليه في أمريكا اللاتينية، حيث عرفنا مجموعة من الانقلابات والتدخلات العسكرية من جانب بلد يظن أن الرب قد دعا لتحرير الشعوب الأخرى. أتحدث يعني سيد ميغيل، عفوا بس بشكل سريع، يعني أنتم تشعرون بأن الولايات المتحدة الأمريكية الإدارة يعني المنظومة تعامل الأمريكيين الأفارقة كما تعامل أيضا دول أمريكا اللاتينية كحديقتها الخلفية، كما تمارس أيضا تمييز العنصري على شعوب أمريكا اللاتينية؟ هذا هو تحديدا ما أظنه وأكرر، إن اغتيال جورج فلويد بهذه الطريقة صورة مجازية
عن هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على بلدان جنوب العالم، ورأينا ما الذي حصل في التعاطي مع الملف الإيراني والفنزويلي والكوبي، وما الذي يحل بالأمريكيين الإفريقيين والأشخاص من أصول لاتينية داخل الحدود الأمريكية. نتحدث عن المنطق نفسه، نتحدث عن هذا البلد، هذه الدولة القائمة بحد ذاتها على فكرة العنصرية وكراهية الأجانب، وكذلك صفوة واصطفاء عرق على الآخر، في حين أن ذلك يشكل تناقضا مع طبيعة الهوية نفسها التي يقوم هذا البلد عليها. وإذا ما عدنا في الذاكرة إلى ستينات القرن الماضي، نرى بالطبع أن ما يحدث يعود بنا حتى إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى الدستور المؤسس للولايات المتحدة الأمريكية، الدستور الذي كرس بحد ذاته مسألة العبودية والعنصرية وكراهية الأجانب في البنية الأساسية للدولة. إذن هي إشكالية قانونية، هي إشكالية اقتصادية وأخلاقية، ولكنها بشكل أساسي هي إشكالية على مستوى الهوية الأمريكية. وأمريكا تواجه اليوم جملة من التناقضات المرتبطة بالهوية. يعني أنت لخصت الآن الواقع في هذه الأضلع الثلاث للمشكلة سيد ميغيل. وهنا أعود إليك دكتور أبو أيوب، لأن المسألة كما أنت يعني ذكرتها في البداية أيضا مهمة، هي أن البيض ربما لا يرون العنصرية التي تمارس، يعني لا يشعرون بأن هناك عنصرية تمارس فعلا على الأمريكيين الأفارقة، أو أن هناك حتى عنصرية بالمطلق. في أريد أن أستذكر معك ومع المشاهدين، وأعود أسألك عن هذا الموضوع، فيلم أنتجته شيكاغو ثيولوجيكال سيمينري عبر المسؤولة عنها هي دكتور أليس هانت، أنتجوا فيلما يدعون فيه أو يحثون فيه البيض على أن يروا واقع السود من منظار، وكان في يعني أسلوب كاريكاتوري باستخدام نظارة لرؤية الامتيازات التي يشعر بها أو التي يتمتع بها البيض في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل الأمريكيين الأفارقة. نشاهد مقطعا من هذا الفيلم نستذكره، هو أنتج تقريبا من 3-4 سنوات. I don't know. White privilege. I just don't see it. You know what you need? What are these? White privilege glasses. Helps you see the world the way we do. إذن من خلال هذا الفيديو يعني استخدم طبعا طريقة كاريكاتورية بوضع نظارات لكي يرى البيض فعلا ما يشعر به الآخرون، كانوا الهسبانيكس أو يعني إنديانز أو كل العرقيات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط الأمريكيين الأفارقة. البيض دكتور أبو يونس لا يشعرون بأن لديهم امتيازات، يعني لا يرون العنصرية في البلاد، لا يرونها على حقيقتها. فقط قبل أن أجيب على سؤالك سيدتي، فقط تأكيد وإشارة سريعة إلى ما سبق من حديث المتحدث السابق. أولا أن السياسة الخارجية الأمريكية هي امتداد للسياسة الداخلية، وإن لم نفهم كيفية اشتغال منظومة السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية داخليا لا نفهم أين تتجه السياسات الخارجية. ثانيا، فيما يتعلق بموضوع أمريكا اللاتينية، لم يكن هناك تسامح فعلي في أمريكا اللاتينية. ما حصل في أمريكا اللاتينية هو اختلاف في طريقة استغلال الأرض والسكان، واضطر المستعمرون في أمريكا اللاتينية لقلة عددهم بالمقارنة مع السكان الأصليين أن يتمازجوا معهم لأنهم كانوا يحتاجون إليهم. لكن في الحقيقة لم يكن هناك اختلاف كبير
إلا أنه ربما لم تكن هناك إبادة جماعية كما حصلت في أمريكا الشمالية. والدليل على هذا أن لعقود طويلة جدا لم يصل أحد من السكان الأصليين إلى سدة الحكم في سوى في بوليفيا وتمت في 15 سنة الأخيرة. بوليفيا طبعا ثورة هوغو تشافيس وغيره. على أي حال فالامور هذا ربما تحتاج بس الامور افضل تماما بس بشكل سريع الامور افضل في امريكا اللاتينيه. صحيح. دكتور ليس صحيح. كذلك صحيح صحيح أوكي. بالتاكيد لا بالتاكيد لهذا قلت الاختلاف على اساس كيف تم استغلال المنطقه ليس نفس الطريقه على اي حال بالنسبه للميزه او التمايز الابيض صحيح ما يسمى بالوايت بريفيليج ان الامريكان البيض تعودوا على هذا منذ نشأتهم وبالتالي لا يستطيعون أن يروا هذا الاختلاف خاصة أنه لعقود طويلة تم فصلهم عن السود وعن الأعراق الأخرى سواء في مجال التعليم المدارس كانت مبنية على التمييز العنصري إلى غاية فترة الستينات والسبعينات وبعد ذلك حتى لما تمت إزالة هذا القانون ظلت رواسبه الاجتماعية والاقتصادية موجودة بمعنى أن البيض لا زالوا يسكنون في أحياء البيض لأنها أرقى وأغلى أما السود فيسكنون في مع بقية الأعراق في أماكن يعني أقل ثمنا مع البيض الفقراء وهؤلاء البيض الفقراء الذين زادوا فقرا بسبب المنظومة الاقتصادية بدأوا يرون أنهم ينزلون في المستوى في الترتيب الاجتماعي إلى مستوى السود وهذا ما جعلهم يثورون اقتصاديا واجتماعيا مؤخرا ويقومون بترشيح وبالأحرى بانتخاب رئيس مثل ترامب. ترامب ليس السبب فيما يحصل بل هو نتيجة وسيزداد في رأيي هذا على السنوات المقبلة لأن السلطة الاقتصادية والسياسية والعسكرية الأمريكية في العالم في تراجع وبالتالي قدرتها على جلب الموارد من العالم وإدخالها في المنظومة الاقتصادية الاجتماعية الأمريكية وشراء ذمم العمال والبيض خاصة لإسكاتهم بدأت تتضاءل وبالتالي تنحسر قدرتها الاقتصادية عالميا فتنعكس على الداخل وسيزداد دكتور يعني عفوا البيض نعم. عفوا بس ما تقوله مهم يعني الآن ما يحدث وأداء ترامب بظهور منحازا يعني لم يكن لديه خطاب أبدا متعاطف حتى مع الضحية يعزز من فرصه في أن يعاد انتخابه في تشرين؟ بالتأكيد هو فهم أنه بدأ يخسر حدوده في الانتخابات بسبب الأزمة الاقتصادية التي سرع في بروزها كورونا ولكن كورونا لم يخلق هذه المشكلة المشكلة كانت ستأتي حتما كانت يتمنى أن لا تقع الأزمة الاقتصادية قبل موعد الانتخابات لكن من سوء حظه أن وقعت لأن أزمة كورونا سرعت من انهيار النظام الاقتصادي وبالتالي الآن ليس له أي حل آخر إلا أولا عسكرت الدولة وبهذا هو مصر على إقحام الجيش والحرس الوطني في المشكلة ويود أن يقوم بذلك كقام به نيكسون وجونسون في الستينات ويود أن يصبح المشكل ليس الحديث عن العدالة الاجتماعية بل على القانون والفوضى وبالتالي يحول المشكلة إلى ميزة بالنسبة له ويقول بشكل غير مباشر للبيض إن لم أكن أنا موجودا لأحميكم أنتم البيض المسيحيين فسيقومون بقتلكم بعدما يتم ونهبكم وكل ذلك طب دكتور أبو أي بسرعة فقط لو سمحتي لي تفضل. لو سمحتي لي فقط مشكلة العرق للتأكيد على أهميتها في التاريخ الأمريكي العرب مدام إحنا نتحدث في قناة عربية أيضا عانوا من هذا في بداية هجرتهم لأن العرب لم يعتبروا من البيض عندما أتوا إلى أمريكا واضطروا إلى القيام بنضال كبير على الصعيد القانوني ليتم اعتراف بهم كبيض في الأربعينات والخمسينات وهذا أكبر خطأ اقترفه العرب عوض أن ينضموا إلى بقية الأعراق ويدافعوا عن تغيير النظام الاجتماعي في الولايات المتحدة اختاروا أن ينحازوا إلى البيض وبالتالي اليوم دابوا في هذه الأغلبية
ولم يحصلوا على أي امتيازات كالأعراق الأخرى في فترة الأفيرماتيف أكشن. سنتوقف الآن مع فصل قصير جدا، نعود لأفهم منك سيد يوجين بشكل أساسي ما الذي يحدث في مينيابوليس ومدى خطورة ما يحدث الآن في الشارع. سنتحدث أكثر عن الواقع اليوم لأنه أعتقد أن أعطانا فكرة جيدة للمشاهدين عن خلفية هذا الصراع العنصري مشاهدينا في الولايات المتحدة الأمريكية. فصل قصير جدا ونعود لنتابع المشهدية خاص. If one to think that he's a racist, and that's the only thing he's done wrong, that's racist, just add that to the list. This administration is corrupt, from top to the bottom. Corrupt. They're all crooks, but they're like taking it to another level. Because if you were black, you never felt really safe when you simply crossed the railroad tracks. You still had to go all this way. It's like an international tarmac where anybody could get you. You were really in the black part of town when you crossed that little bridge and the pond. Then you were safe. If you can only be tall because somebody's on their knees, then you have a serious problem. And my feeling is white people have a very, very serious problem. And they should start thinking about what they can do about it. إذن استمعنا إلى بعض الشخصيات الأمريكية تتحدث عن مسألة العنصرية التي كما اتفق أيضا ضيوفنا على أنها تزداد مع الوقت. أهلا بكم من جديد ضيوفنا من كاراكاس، من ديترويت، من نيويورك. وأعود إليك سيد يوجين لأفهم منك، أنت كنت في مينيابوليس، شاهدت ما الذي يحدث في أرض الواقع. أخبرنا إلى أي مدى هناك انقسام، هناك انفجار في الشارع، وبالتالي ما شاهدته يؤشر إلى تطورات قد تكون أكبر من مما شاهدناها سابقا؟ إن الشوارع مكتظة بالمتظاهرين. يعني إذا أردنا أن نقارنها ببعض الأحداث السابقة، ربما ليست بنفس قوة بعض الأحداث التي شهدتها ديترويت في الستينيات، ولكنها ثورة في الولايات المتحدة الأمريكية يعني لم نرها منذ عام 1992 مثلا في لوس أنجلوس، والوضع مشابه بما أن جورج فلويد تم اغتياله ورودني كينغ في 92 لم يتم اغتياله. ولكن ما يمكنني أن أقوله اليوم عن مينيابوليس هو أن معظم الناس الذين تحدثت معهم مع مينيابوليس كانوا غاضبين جدا ومستائين من مقتل جورج فلويد، وبالتالي ما نراه في الشارع هو ترجمة هذا الغضب إلى التعبير، وليس فقط بسبب هذه الحادثة بل عدة حوادث حصلت على مر السنين. وهؤلاء الأشخاص الذين تحدثت معهم لقد رأوا عدة أمثلة مشابهة، العديد من الشرطيين وحتى المسؤولين في السنوات الأخيرة الذين لم يتصرفوا بناء على هذا النوع من الأحداث، وبالتالي يشعرون بالاستياء لأن صوتهم لا يسمع. وبالتالي كما قال مارتن لوثر كينغ، الثورة هي لغة الصامتين والأشخاص الذين لا نسمعهم، وبالتالي هذا ما نشهد عليه اليوم. وفكرة أن هناك مندسين مثلا ساهموا في نشأة هذه الثورة، هذه فكرة خاطئة بالكامل. يعني يمكنني أن أؤكد لكم أن كل هذه التظاهرات تعبر عن هوية مينيابوليس والشعور القائم فيها. نرى شعورا بالغضب والأحباط واليأس، يعني بغض النظر عما يحصل، حتى عندما يكون التمييز واضحا جدا لا يتم التصرف على هذا الأساس، والسياسيون لا يتصرفون. والكثيرون قالوا لي مثلا إننا نحصل على انتباه أكثر عندما نقوم بتحطيم واجهات المتاجر وتحطيم مثلا السيارات، والجميع يشعر أن ذلك مؤشر على المشكلة الأكبر الموجودة. ففي الحالات الاعتيادية لا يتصرف المسؤولون عندما تحصل أحداث من هذا النوع، بل يتصرفون عندما نواجه أزمة. وبالتالي نسمع المسؤولين يتحدثون مثلا عن إنشاء عدد من القوانين لمعالجة هذه الحالات، حالات مقتل السود من قبل الشرطة، وبالتالي
الثاني عندها يطرح السؤال، هل هذا ما يتطلبه الأمر؟ أن نرى متظاهرين يقومون بأعمال عنف مثلا، أو مثلا أن نرى شخصا يقتل في وضح النهار في الشارع أو على الطريق. وبالتالي يبدو فقط أن عندما الأمور تبدأ بالخروج عن السيطرة، عندها يشعر المسؤولون بهذه الحالة الطارئة. وبالتالي ما نراه اليوم في الشارع هو أن الناس يشعرون بأن صوتهم غير مسموع، ولا يمكنهم المساهمة في صنع القرارات، ولذلك يعبرون عن سخطهم هذا في الشارع. أما بالنسبة إلى المستقبل، ذلك لا يزال مبهما. يعني هذه حركة وطنية على صعيد مختلف الولايات الأمريكية، وهي أكبر بكثير من حركة Black Lives Matter أو حياة سود مهمة مثلا في عام 2014. هي أحدى أبرز الحركات من هذا النوع، وكما ترون يتم استخدام الجيش مثلا، وحتى الحرس القوميين أو الحرس الوطني ينزل إلى الشارع، ونرى عددا كبيرا من الشرطيين ويستخدمون الغاز المسيل للدموع، ويستخدمون بعض الإجراءات التي اعتمدوها في العراق أو الصومال مثلا، حيث يحاولون بعثرة وتشتيت المتظاهرين بعدة الطرق وهكذا. فإن السياسات التي كانوا يعتمدونها في الخارج يطبقونها اليوم على الداخل كما ذكر المتحدثون معنا اليوم. وبالتالي ما نراه سوف يزداد، سوف تزداد المظاهرات، وكل التدابير التي اتخذت حتى الآن فشلت في تشتيت هذه التظاهرات. ونرى اليوم الرئيس ترامب يعني يؤكد أن هذا الوضع سوف يتدهور من خلال السياسات التي يعتمدها. وحتى نرى مختلف المواطنين بغض النظر عن المجتمع الذي ينتمون إليه يعارضون السياسات التي يعتمدها ترامب. وبالتالي هناك عدد من المسؤولين المحليين الذين لا يمكنهم أن يعتمدوا بعض الإجراءات القمعية، لأنهم لا يريدون أن يبدو منحازين إلى ترامب. وأود أن أشير إلى أن الصور والفيديوهات التي ترونها مثلا في أمريكا عن الحرائق والتحطيم، كل هذه أمور تحصل، ولكن في معظم الأحيان التظاهرات سلمية بالكامل، وهناك آلاف الأشخاص الذين يعني يتظاهرون بطريقة سلمية، ولكن حتى هؤلاء الأشخاص المتظاهرين سلميين يتم قمعهم ويعانون من أعمال القمع من قبل السلطات. وبالتالي كما قلت، الناس يشعرون بأن صوتهم غير مسموع والسلطات لا تتحرك، والطريقة الوحيدة لحث هذه السلطات والمسؤولين على التصرف هي النضال المباشر من خلال الحالات التي نراها اليوم، مثلا تحطيم واجهات المتاجر وما إلى ذلك. سيد يوجين، مما لا شك فيه أنكم طبعا سياسة ترامب برمتها غير راضين عنها، ولكن الأداء الديمقراطيين مثلا، ما رأيكم بموقف الحزب الديمقراطي؟ يعني يمكننا أن نلقي نفس اللوم على الحزب الديمقراطي وحتى أكثر، فإن الدول أو بالأحرى المدن التي تعاني من أعمال العنف من قبل الشرطة هي تحت مسؤولية وإدارة الحزب الديمقراطي، فهي مدن فيها مجتمعات أمريكيين أفريقيين كبيرة، وهي تابعة لإدارة الحزب الديمقراطي. وهذا الحزب عمل على بلورة هذه الاستراتيجية لأربعين عاما، حيث يتولون إدارة هذا النوع من المناطق ويعينون بعض الأشخاص السود الذين يعتبرون أنهم يمثلون المجتمع الأسود، ولكن ذلك فقط على مستوى السطح. ولكن عندما نتمحص ونتعمق في التفاصيل، مثلا نرى باراك أوباما الرئيس الأسود الأول، والذي لم يتصرف ولم يتخذ أي تدابير بالنسبة إلى مصارف في وول ستريت لمعاقبة كل الأشخاص الذين اتخذوا تدابير مجحفة بحق مختلف المجتمعات، خاصة المجتمعات غير البيض، والتي عانت من خسارات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. يعني تسنت هذه الفرصة للرئيس أوباما أن يتصرف إزاءهم ولم يفعل أي شيء. وهذا هو دور الحزب الديمقراطي، أن يعني ينشئ قناعا جديدا لنفس المنظومة. وبالتالي مثلا في السابق، أو بالأحرى هذه السياسة تعود إلى السابق، حيث نحتاج إلى حزبين نعتبر أنهما يمثلان جهتين مختلفتين، ولكن هذه هي ليست واقع الحال. يعني مثلا يطالبون بالمظاهرات السلمية، ولكن نرى أنهم يقمعونها أصلا، وبالتالي لم يتصرف أحد لتعديل السياسات أو التصرفات التي نراها في أقسام الشرطة المحلية، وقد سنحت هذه الفرصة للحزب الديمقراطي عدة مرات ولم يتصرفوا. ترامب
رئيس رديء جدا ويمثل مبادئ أو بالأحرى أفكارا واضحة، ولكن الحزب الديمقراطي أخطر برأينا لأنهم يزعمون بأنهم أصدقاء المجتمع الأسود، ولكنهم يطعنوه في الظهر ويزعمون في الوقت نفسه أنهم يحمونه. وبالتالي برأي الحزب الديمقراطي يعني بنفس رداءة الأحزاب الأخرى، وهناك عدة أمثلة من خلال المسؤولين الديمقراطيين الذين يحاولون إلقاء اللوم على بعض المجتمعات السود، وحتى مثلا في مينيابوليس مثلا شهدنا على هذا الموضوع، وهناك عدة صور لنفس القالب، والحزب الديمقراطي يعني يروج لهذه الأكاذيب. مهم جدا هذه الفكرة التي تقولها، لذلك أريد أن أذهب إليك سيد ميغيل. عندما تسمع الولايات المتحدة الأمريكية يعني خصوصا في موضوع فنزويلا أو في موضوع هونغ كونغ أو إيران تتحدث عن قمع للمتظاهرين السلميين، عن قمع للحريات، عن انتقاد الأنظمة في هذه الدول، واليوم المشهد الذي نراه في الشوارع الأمريكية، ماذا تقولون أنتم في فنزويلا؟ عام 2019 خرج ترامب علينا خلال المظاهرات العنيفة جدا التي شهدتها حركة اليمين المتطرف الفنزويلية بتغريدة عبر تويتر. تحدث ترامب عن هذه المظاهرات، أعمال الترهيب هذه التي استمرت لأربعة أشهر تقريبا، وقال إنها ضروب مرتبطة بالحرية وتعبير عن شعب مطالب بالحرية في فنزويلا. والأمر نفسه ينسحب كذلك على المظاهرات التي شهدتها الصين، فضلا عن أي مظاهرة قد تحصل في أي بلد في العالم. عندما تكون هذه المظاهرات عنيفة وربما تؤدي إلى انقلابات، نرى عادة أن سفارات الولايات المتحدة الأمريكية تقف خلف ذلك، لكن في هذه الأثناء السيدة الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية قالت هذه المرة يبدو أن أمريكا هادئة وليس لديها ما تقوله بالنسبة إلى الأوضاع الداخلية في أي بلد كان، ولا تملك ما تقوله بالنسبة إلى أسطورة حقوق الإنسان التي تروج لها الولايات المتحدة الأمريكية في كل حد وصوب وتحاول أن تراسخها في كل مكان. بالتالي ما يجدر بنا أن نقر به في هذه الأثناء هو أنه حاليا ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية هو ليس مجرد بعض المظاهرات الكبرى في 140 مدينة، بل كذلك رد قمعي كبير في وجه هذا الشعب الأمريكي، تماما كما كان دونالد ترامب عام 2019 يحيي حركة اليمين المتطرف العنيف في فنزويلا انطلاقا من المسوغات والمعايير نفسها. نراه في هذه الأثناء يقوم بإصدار الأوامر لقمع مظاهرات يشارك فيها الشعب الأمريكي. إذن هو نفاق حقيقي يعبر عن حقيقة هذه السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية تجاه بلدان جنوب العالم، نفاق لأنه عندما يتعلق الأمر بالمظاهرات التي تحصل في بلدان أخرى، علما أنه في الكثير من الأوقات، وهنا أؤكد على هذا الموضوع، في الكثير من الأوقات هي مظاهرات مفتعلة تسعى إلى قلب الأنظمة، إلى العنف، الحروب الأهلية. نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تكون داعمة لها، لكن في الوقت عينه ما هو التفسير الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية إلى فنزويلا أو إلى أمريكا الجنوبية؟ وبأي عين يمكن لأمريكا أن تنظر إلى حكومة نيكولاس مادورو مثلا، الحكومة الفنزويلية، وأن تنتقدها انطلاقا من أي مصوغات أخلاقية يمكن لأمريكا أن تتبجح متحدثة مثلا عن الحياة في كوبا؟
لا سيما بعد الإخفاق الكبير على مستوى إدارة جائحة تماما سيد ميغيل، هذه يعني ما تقوله يطرح من جديد مسألة ازدواجية المعايير، أو ما يصلح للولايات المتحدة الأمريكية لا يصلح للآخرين. دكتور أبو يونس أبو أيوب سأختم معك بمصطلح الحرب الأهلية في الولايات المتحدة الأمريكية، هل هو مصطلح مبالغ فيه أم أنه واقع قد تشهده السنوات؟ طبعا حسب تطور الوضع، أنا في رأيي أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ستستمر في تدهور لأسباب موضوعية على الصعيد الداخلي والعالمي. في رأيي ترامب يريد أن يزداد العنف وأن يحول الأنظار من موضوع عنف الشرطة والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية إلى عنف طبقة معينة هي من السود واليسار، ولهذا قال سيقوم بتعيين أو بوضع حركة أنتيفا وهي حركة يسارية في قائمة الإرهاب. وبالتالي في رأيي أي استمرار للعنف بهذه الطريقة التي سنراها سيخدم مصالح ترامب الذي هو على استعداد لعسكرة المشكلة والمضي قدما في تمزيق المجتمع الأمريكي. ثانيا، إن نجحت هذه الحركة النضالية في جمع كل أطياف المجتمع الأمريكي بيد وسود وأقليات أخرى في نضال من أجل حقوق اجتماعية واقتصادية وتغيير المنظومة المشحفة التي خلقت هذه العنصرية، فستخسر هذه الحركة مرة أخرى لأنها ستنحسر فقط في العرق الأسود، وبالتالي ستكون تلعب بنفس الإطار المفاهيمي الذي وضعته المنظومة الأمريكية منذ 400 سنة. إذن باختصار، إمكانية حرب أهلية إلى الآن لا أظن ذلك ممكن، لأن القدرة القمع للنظام الأمريكي وللجيش والشرطة قوية جدا وبإمكانها أن تقضي على هذه الحركة. الصعوبة هي إن تحولت هذه الحركة فعلا لحركة سلمية، مثلا قد نتخيل مظاهرات بمليونية أمام واشنطن بشكل سلمي فقد تنجح، غير ذلك لا أظن. شكرا جزيلا لك دكتور يونس أبو أيوب، دكتور في علم الاجتماع السياسي كنت معنا من نيويورك، وسيد يوجين براير أيضا صحافي والناشط الأمريكي كنت معنا من ديترويت، وسيد ميغيل أنخيل بيريز بيريا من فنزويلا من كاراكاس الكاتب والصحافي، شكرا لكم على هذه الإضاءة التي سنختمها، ليس هناك أفضل من أن نختمها إلا مع واحد من أكبر المناضلين ضد العنصرية، ضد الفصل العنصري، وقد دفع حياته ثمنا لذلك، مارتن لوثر كينغ. I have a dream، لدي حلم، على أمل أن يتحقق هذا الحلم يوما ما وتختفي الفوارق بين البشر ويصبح التعامل فيما بيننا فقط على معيار واحد، الإنسانية فقط لا غير. I have a dream. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.